السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة في هذا الفيديو هي تكمل للموضوع السابق في تحليل الدوائر المنطقية. الشكل العام للسؤال: استنتج أو اشتق المعادلة المنطقية لإخراج الدائرة المنطقية التالية. Derive the logical equation for the output of the following logic circuit. مثلا في هذه الدائرة لدينا هنا في البوابة رقم 1 exclusive OR gate، المخرج هو A exclusive OR B، وهنا في البوابة 2 NOT gate، مخرج هذه البوابة هو NOT C. البوابة التالية رقم 3 هي بوابة AND، المخرج منها يساوي A exclusive OR B الكل NOT C، وبالتالي فإن الدالة F تساوي المدخل الأول على OR gate رقم 4 هو A exclusive OR B OR A exclusive OR B الكل NOT C، أي أن F تساوي هذا التعبير OR. هنا يمكن فك الأقواس، نعرف أن A exclusive OR B تساوي A NOT B OR NOT A B. والاستمرار في الاختصار، إلا أنه مباشرة يمكن كتابة A exclusive OR B خارج القوس 1 OR NOT C، 1 NOT C تساوي 1، A exclusive OR B and 1 تساوي A exclusive OR B. هذه هي الدالة في مخرج الدائرة. في هذه الدائرة لدينا أربع مداخل A, B, C, D ومخرج Q. للتسهيل سنسمي البوابات 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. مخرج البوابة 1 هو NOT B ومخرج البوابة 2 هو NOT C. سنسمي هذا المخرج مخرج البوابة 3 بـ T1 وهو يساوي A NOT B، وسنسمي مخرج البوابة 4 بـ T2 وهو NOT C D، وسنسمي مخرج البوابة 5 بـ T3 وهو T1 OR NOT C الكل NOT، وسنسمي مخرج البوابة 6 بـ T4 NAND gate وهو T1 AND T2 الكل NOT، وبالتالي فإن مخرج الدائرة الكلي Q يساوي T3 OR T4. الآن أصبح التعامل مع العلاقات الجبرية Q تساوي T3 OR T4. نعوض T3 هي T1 OR NOT C الكل NOT، OR T4 هي T1 AND T2 الكل NOT، وتساوي T1 هي A NOT B OR NOT C الكل NOT، OR T1 A NOT B AND T2 NOT C D الكل NOT، وتساوي إذا طبقنا قانون دي مورغان على هذا الجزء NOT A OR B AND C OR، وطبقنا قانون دي مورغان على هذا الجزء NOT A OR B OR C OR NOT D بهذا الشكل، وتساوي NOT A C OR B C OR NOT A OR B OR C OR NOT D. هنا يمكن الاختصار بعدة طرق: NOT A OR NOT A C تساوي NOT A OR NOT A C OR B C OR C تساوي C
بي أور بي سي تساوي بي أور نوت دي. هذا هو مخرج الدائرة بعد الاختصار. إذا كان مطلوب حساب التكاليف في الدائرة الأصلية وفي الدائرة المكافئة، نحسب التكاليف في كل حالة حسب المعادلة. التكاليف تساوي عدد البوابات زائد عدد مداخل البوابات، وقد بينت كيف يحسب في الفيديو السابق. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.